أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود الطقس صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 32 درجة مئوية الملموسة 30، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة للنهار اليوم في باقي مناطق المملكة: بدأ شمالا إربد طقس صافي 31 إلى 16، المفرق 34 إلى 18، وجرش 34 إلى 17، معجلون 30 إلى 16. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان طقس صافي 31 إلى 19، الزلقاء 35 إلى 20، البلقاء 32 إلى 20، مأدبة 33 إلى 19، والبحر الميت 36 إلى 25. المنطقة الجنوبية الكرك 30 إلى 18، الطفيلة 29 إلى 19، الشوبك 28 إلى 18، معان 33 إلى 20، والعقبة 38 إلى 25. المنطقة الشرقية طقس حار بوجه عام، الأزرق 39 إلى 23، الصفاوي 38 إلى 21، أما الرويشة 38 إلى 22. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.